ظاهرة السيلفي، هذه الظاهرة التي اجتاحت العالم من بوابة مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها. وقد وصل الأمر مع البعض حد الإدمان الذي تحول مرضا اسمه سيلفيتيس، حسب ما أكدت الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين. وعرفت الجمعية هذا المرض بأنه اضطراب عقلي ناتج عن رغبة لا يمكن التحكم بها إزاء التقاط الصور الشخصية ثم نشرها كوسيلة لمواجهة الشعور بعدم الثقة بالنفس ولتعويض الفراغ أو الضعف في العلاقات الاجتماعية. وتحدثت الجمعية عن 3 مستويات يتدرج فيها هذا المرض النفسي. الأول يقف عند حد التقاط 3 صور يوميا من دون نشرها، أما الثاني فيكون بالتقاط ما يزيد على 3 صور مع نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما المستوى الثالث وهو ما اعتبر مرضا مزمنا فيكون بالتقاط صور ذاتية على مدار الساعة ونشر أكثر من 6 منها عبر مواقع التواصل يوميا.